لم يقلت لي الخبرات اللي اكتسبها كان صعب جدا اكتسبها بطريقه تانية. ايه الخبرات اللي اكتسبتيها من خلال شغلك في اللجنه التنظيميه لمنتدى شباب العالم، وفي نفس الوقت بتعتبري انه اهم حاجه اكتسبتيها كانت ايه؟ بس الاول ادي لي سي في الخبرات. يعني هبتدي باول حاجه انه كفايه التنوع اللي موجود في المنتدى من جنسيات مختلفه بمختلف الثقافات. يعني انا مثلا لسه النهارده بكل بساطه كنت واخده الغدا مع حد من الاردن وحد من اليمن وحد من المانيا، كلنا بنتكلم في توبكس مختلفه، فدي في حد ذاتها قاعده بتساوي حاجات كتير طبعا.